بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير شباب. خلينا نراجع شو اخذنا خلال الفترة الماضية. احنا اخذنا انه الكولومز الكومبريشن ممبرز بالستيل ممكن تفيل ان كراشنج اذا كانت شورت, ممكن تفيل ان باكلينج واخذنا هاو تو فيل ان باكلينج, وممكن تفيل ان لوكال باكلينج رايحين نتعرض لها. وقلنا انه الفليكشر والتورجنال باكلينج بنقدر احنا نتجنبه اذا كان عندي دبل سيمتريك ايش سكشن. هلا لما بدينا في الكونسبتس وجدنا انه هذا الكولوم في عوامل بتاثر على قوته, منها الممبر اوت اوف ستريتنس, ومنها ايش كمان الريسيدجوال ستريسز شرحناهم الحصه الماضيه, زائد الاكسيدنتال اكسنتريسيتي لللودينج. فاللونج كولومز في الستيل حكينا الحصة الماضية في عوامل كتير بتأثر في قوتهم, تقدر انكم تقرأوهم وتطلعوا عليهم كمعلومات عامة. جينا بعديها واخدنا لونج كولوم, عملنا اشتقاق للديفرنشال ايكويشن اللي اغلبكم الاشتقاقات مالها لا يميل الها, وكان نتيجة الاشتقاق انه البي كريتيكال عنا كانت عبارة عن عدة مودات, وهاي المودات بتعتمد في عندي بريسنج ولا لا. فاذا كان عندي بريسنج بوسط الممبر بتكون كبسه الممبر مالها 4 اضعاف, اذا عندي دبل بريسنج بتكون كبسه الممبر 9 اضعاف. طلعت عندنا هاي المعادله للبي كريتيكال. هاي المعادله تم اشتقاقها باعتبار انه انا عندي بين بين كولوم. السؤال المطروح, لو كان انا عندي كولوم مش بين بين, شو بدي اعمل؟ بدي ارد اشتق؟ ما انتم من اشتقاق واحد وايش ومليته, فما بالك اذا بكل حاله بدي اشتق فيها. هلا شوفوا شباب, عاده اذا بتقدر انت ترسم الديفلكتد شيب للمنبر تقدر تعمل انالوجي. يعني اجيب لكم مثلا, لو اخذنا هاي الحاله وحطينا لود مقداره بي وتساءلنا تبعا لهذا الحمل يا ترى لو بده يصير باكلينج كيف بده يكون شكل الباكلينج؟ اكيد بده ينحني وبعدين بده يرجع باك تو وات تو زيرو. هلا لاحظ هون في عندك كونكيف بهذا الاتجاه, هون شو صار عندك؟ بالعكس. اذا لابد الا في نقطه من هون, نقطه تحول هاي البن. بين البن والبن انا بعرف انه هذا, اذا عرفت هذا الطول بقدر اني اشابه هاي المساله بالمساله اللي انا حليتها. هذه الطريقه بالتفكير شباب بنسميها احنا انالوجي. شو بنسميها؟ انالوجي. وهي طرق التفكير اللي تعلمتوها من سنة أولى يعني بالبرنسبلز اوف فيزيكس, انك انت بكل مشكلة بتحاول تشبهها بمشكلة انت تعلم حلها, ساعتها بتقدر تحط الحكي. بناء على ذلك احنا بدنا نتعرف اشي اسمه كي. هذا الكي بدنا نسميه effective length factor, effective length factor, بحيث انه هذا الكي بحول لي المسألة بغض النظر شو شكلها لمسألة equivalent لبن بن كولوم. فبهاي الحالة الكي بتتوقع يكونوا أكبر من واحد ولا أقل من واحد؟ أقل من قديش تقريبا؟ طيب ممتاز, انتو بيخديد ايش هذا بطلع theoretically شباب 0.7. يعني منكم بده ياخذ مساق stability باستطاعته يعمل derivation للمعادلة ويثبت انه الكي قديش بتساوي 0.7. يعني بطلع عنده البي كريتيكال, قيمة البي كريتيكال تساوي باي سكويرد اي في اي على 0.7 ال الكل ايش؟ الكل تربيع. هلا لاحظوا احنا لما بدنا نيجي نعطي كود للتعامل بنيجي بنقول للمهندس العادي انت هذا المساله ما تعمل لها ديريفيشن, حط محل كي قديش؟ 0.7. شو فرق تعليم الجامعه عن تعليم البوليتكنيك؟ بالبوليتكنيك بنقول له حط 0.7 لفيكسد بن, في الجامعه بنقول له لو رسمت الديفونت شيب تقدر تاخده انت كمساق خياري اسمه ستابيليتي في البكالوريوس. يعني ممكن تطلب مساق خياري اسمه ستابيليتي تتعلم فيه ايش. فلكن طريقه صرنا بنحكي, صرنا بنحكي طريقة بدنا نسميها ثيوري. هاي الثيوري اللي بتعمل فيها ديريفيشن. شو بتعمل فيها؟ ديريفيشن.
هاي الطريقة في التفكير احنا بنسميها اناليتيكا. الاناليتيكال تعني شباب كلوزد فورم. لما انتوا اخذتوا ديفرنشال ايكويشنز قلتوا كلوزد فورم سوليوشن. شو يعني كلوزد فورم سوليوشن؟ يعني جواب تستند له محكم. اذا شباب اول طريقه في التفكير اللي احنا اتبعناها بايش؟ بالبن بن كولوم. هاي شو بنسميها؟ اناليتيكال. هاي تعتمد على نظريات احنا بنعملها وبنعمل لها الديريفيشن اللي تعلمتوها بالديفرنشال ايكويشنز تحت عنوان كلوزد فورم سوليوشن. كلمه كلوزد يعني ايش؟ محكم. هلا الطريقه الثانيه في التفكير اناتوميكال. هاي الاناتوميكال اللي احنا هون عملنا لينك، بسطنا سمبليفاي سمبليفاي باي طريقه، انه قلنا اذا احنا قدرنا نرسم ديفلكتد شيب وبهاي الديفلكتد شيب نحدد زي ما انت بالاناتومي شو بتعمل بالتشريح، تحدد النقطه اللي بيصير بين هون وهون ايش؟ بين بين، باستطاعتك ساعتها انك راسا تحط المعادله بدون ايش؟ بدون هذا، بدون اي مشكله في ذلك. هلا هاي اللينك بتوصلك لشيء بنسميه احنا انالوجيكال. انالوجيكال راسا انا بحط الكي قديش بتساوي؟ 0.7. هلا لما بقول لك الكي 0.7 بقول لك باختصار انك لو اخذت فيكسد بين كولوم واعتبرت انه الطول بدل ما يكون ال 0.7 ال، انت حطيت مشكله تشبه مين؟ بس هذا الانالوجيكال اجى من خلال مين؟ لذلك هلا اللي بنعلمكم اياه احنا بنيجي هلا على لساب كتكنيك، بنعلمك من خلال ساب كيف تعمل انالوجي بين الاناليتيكال وبين مين؟ الانالوجيكال. هذا الانالوجيكال شباب هو اللي بنعمل منه كود. فهلا احنا لما بدنا ندرس كود شو بدنا ندرس؟ بدنا نشبه المشكله اللي عندنا بمشكلة معروفة وبناء على ذلك نحط الكود، والكود بأكد انه ادنى مستويات ايش؟ المعرفة، وارقى مستويات المعرفة مين؟ الاناليتيكال. مش الانالوجي، الاناليتيكال. طبعا عندك حل اناليتيكال معناته الكل ماله، انت مرجعية للجميع، واضح؟ ما عندكيش حل اناليتيكال معناته بدك تبحث عنه، مجرد ما حصلت عليه ما بكفي، هذا صعب الناس تفهمه، بدك تبسطه وتعمل لينك توصله لمين. هلا حسن حظكم انه هاي اللينك اصبحت الان متوفره من خلال الحاسب. من زمان كان اللي بيقدر يشتغل على الحاسب شباب قليل جدا، كان اللي كريه كمبيوتر سنه 1974 تكلفته 10 ملايين دولار، هذا سنه 74. بنتيوم 3 سنه 99 قدرته 25 ضعف اللي كريه وحقه 1500 دولار، ولا واحد منكم مستعد يحوي. ما اظنش حدا منكم عنده بنتيوم 3، كلكم عندكم ارقى من بنتيوم 3 ولا ما غلطان. فاللينك شباب اصبحت متوفره، فلذلك احنا بالمساقات اللي بنعطيكم اياها سواء كانت تطبيقات حاسب ولا اسس تصميم نظامي ولا المساق هذا في الستيل، رايح افرغ لكم وقت الخميس مثلا. اذا نجحنا ان نحط ساب الخميس مش رايح تكون محاضره نظريه، رايح تكون معادله ايش؟ ساب. كل هاي المسائل اللي انا عمالي بعطيكم اياها بهذا الشكل ان بشتقلك فيها كي بتساوي 0.7، رايح اورجيك كيف بساب من طريق الاناتوميكال سوليوشن من طريق هذا اللينك راح اطلع لك ال 0.7 وراح اطلع لك كل هاي القيم، واضح؟ بس هلا انا عمالي بعمل لك اياها من خلال التشبيه. ان شاء الله بمحاضره الخميس اذا نزل ساب رايح اورجيك اياها علميا. هلا بصفي انت كل المطلوب منك انك تقدر ترسم الديفلكتد شيب. يعني على سبيل المثال لو كان انا عندي فيكست متعرض للود مقداره بي، هلا هذا اللود اذا بده هذا الفيكستي تسمح له انه ينزل يتعرض لانحناء بهذا الشكل، فكم انفليكشن بوينت بده يكون عنده؟ هذا رايح يعطينا امام كي ال بحيث انه كي راح تساوي 0.5. كي قديش بدها تساوي؟ 0.5. لو كان عندي كانتيليفر ونحط عليه حمل، هاي الكانتليفر راح تعطيني هاي، وهون المومنت مالها ايكوال تو زيرو. حتى اعطيه بشكل مشبه هذا شو بدي اعمل؟ بدي اكمله وهون يصير عندي مومنت ايكوال تو زيرو ويصبح هذا الطول كله
اللي هو KL واصبحت K قديش بتساوي؟ 2. لذلك بتلاحظ الكود اجا واعطانا الحالة التالية، اعطانا هاي الحالات. هلا هاي الحالة الاولى اللي هي عبارة عن بن بن، هاي هي الحالة اللي الكود قال انه قديش بيطلع لها الكي؟ 1. هلا هون احنا شو بنحكي شباب؟ ثيوريتيكال. شو يعني ثيوريتيكال؟ تم اشتقاقها من خلال ايش؟ كلوزد فورم سوليوشن. هلا هاي الثيوريتيكال للفيكست فيكست اذا ارتسمت بهذا الشكل تعطينا ايش؟ 0.5. لبن فيكست تعطينا 0.7. هاي الانفليكشن بوينت تعطينا 0.7. لاحظ فيكست فيكست الانفليكشن بوينت بتكون بالوسط وهون ما في شيء، فاذا بدي اكمل بهذا الشكل شو صار عندي؟ كي بتساوي 1، كانه النص العلوي هذا شو عملت انا؟ رجعته لتحت فصار عندي كي قديش بتساوي؟ 1. لا هاي بن وهون فيكست، فبده يجي هيك الجسم الانحناء بتكون الانفليكشن بوينت هون ايش؟ الاولى والثالثه. هاي الثالثه هون فيكست بتسمح بانها يدور هيك، هاي هيك الصبر لما بنحط الحمل الجسم بروح بهذا الشكل، بقدر يروح هيك. هذا كيف حالتها لما بكون عندك السائف كتير رجد، يعني سماكته كتير كبيره والاعمده سماكتها مالها صغيره، فتحت الحمل بصير عندك هذا الانحناء. هذا قديش بكون الكي له؟ 1. طبعا فيكست بن اللي هي كانتيليفر بتعطيك كي ايكوال تو 2، واذا كانت عندك فيكست مع بن قديش بتطلع عندك ايه؟ 2. طب بن مع بن، بن بهذا الشكل، صبركم شوي. قديش كي لهي الحالة؟ هذا unstable. ممتاز. unstable كي يعني بتكون قديش بتساوي عندنا؟ infinity. اما لو كان هيك هذا له كي بتساوي 1. طب ليش هذا unstable؟ هذا لو نفخت عليه بطير شباب، لانه عندك هون رياكشن وعندك هون رياكشن وعندك هون رياكشن، فلو حطيت اي حمل هون شو بصير فيه؟ خذ مومنت اباوت ذس زيرو، فهذا المنشا انستابل. يعني رجعنا لموضوع الاستاتكس. هذا ستيبل، هذا منشا ستيبل، حط عليه حمل هون، حط عليه حمل، خذ مومنت اباوت ذس ايكوال تو زيرو، بيطلع عندك هون رياكشن ريزيست ذس. هذا لا، هذا هون فيكست، يعني حاله هيك عندك فيكست. فهاي بهاي الحالة لو بدك تحط حمل هون كان بي ريزيستد باي وات؟ باي بيندينج مومنت. ريجيد. انت المفروض تطبيقات كمبيوتر لما بيكون ريجيد سلاب شو بنعمل؟ بتحرك هيك افقي وبضل عندك الزاوية قديش؟ 90. هذا مثل حي لمنشأ في عندك بلاطة فيها مالها سماكتها كبيرة وعمود ماله فليكسبل. هلا هذا كيف بده يتحرك؟ بده يتحرك هيك. الزاوية هون شو تكون عندنا؟ 90. طب خلينا نعمل، بدنا ننبهكم لشغلة. في شيء بسموه ريكومندد ديزاين فاليو. شو يعني ريكومندد ديزاين فاليو؟ إن أقول إنه الإشي فري تو روتيت كونزرفاتيف ولا لا؟ لما بقول إشي فري تو روتيت بكون كونزرفاتيف ولا لا؟ كونزرفاتيف، لأنه مستحيل. يعني بتعرف شو يعني فري تو روتيت؟ يعني الكونكشن هاي لو بدي اعمل كونكشن لنفرض عمود بدي اعمل له كونكشن على بيس ككومبريشن ممبر، فري تو روتيت معناته انه هذا العمود حاطط انا برغي هون وبرغي هون، بحيث بهذا الاتجاه ما فيش عندك اي مومنت، لانه حتى يكون عندك مومنت شو لازم يكون عندك ارم. لاحظ بهذا الاتجاه باخذ له شويه مومنت البراغي، بس بهذا الاتجاه ما باخذش شي مومنت البراغي. هل عمرنا بحياتنا حطينا هيك براغي ولا بنحط عاده براغي هيك ياخذوا جزء من المومنت؟ فحكاية فري تو روتيت عمرها ما بتكون في تنفيذ المنشآت المعدنية. بس كلمة فيكست شو بتعني؟ كلمة فيكست شباب بتعني انه هذا الاي ملحوم فين؟ بالبلاطة، والبلاطة مثبتة بفين؟ في الباطون، بحيث هاي البليت ما بتتحركش ملي. هل هذا كلام واقعي؟ يعني ان انا الحم
عمود في بيس بليت بقدر الحمها، بس هاي البيس بليت لما بحط براغي وبحطها في باطون تعرض لمومنت، مش ممكن هذا البغي يتعرض لتنشن ويرتفع شوي. كلمة فيكست في الطبيعة صعب جدا تحققها، يعني تقرب منها بس ما تقدرش تحققها. لذلك لاحظوا في كل منطقة كان في فيكست الكود ريكومندد انه شو يعمل بالكي فاكتور. شو يعني زيادة الكي فاكتور؟ يعني زيادة ال L. شو يعني زيادة ال L؟ يعني تقليل قوة مين؟ العنصر. فلاحظ هون اقترح 0.65، هون اقترح 0.8 لانه في عنده فيكست، هون لانه في عنده فيكست تو فيكست اقترح 1.2، هون بن خلاها زي ما هو، هون لانه عنده فيكس شو اقترح 2.1، وهون لانه عنده فيكس ايضا هون خلاها هون 2.2، لانه هاي حقيقة انه ممكن تحصل انه يكون عندك ايش ريجيد سلاب، بحيث انه هلا لاحظ انا هون بطلت احكي على بيس بحط فيها براغي، هون انا شو بحكي على منبر جاي على سلاب كتير سميكة، وحتى الكونكشن هاي ايش ما عملها انه هاي لما بدها تروح شو بدها تحافظ على كونكشن 90 باعتبار الاكسل ريجيديتي للممبر. اذا ما في اسئله خلينا نحل احنا اسئله. هاي كلير هاي اوكي. هلا شباب عاده احنا لما بنعمل كونكشن لاي سكشن، هاي اي سكشن، اغلب الظن كيف بنعمل هذه الكونكشن؟ بنعملها بهذا الاسلوب. هذا الاي سكشن اللي هو عباره عن كومبريشن ممبر، بنصب الباطون بالشكل التالي، ونحط هون براغي، بيكون عندنا هون فتحات، بتدخل هاي البراغي بقلب هاي الفتحات، بنحط عندنا البليتة وبلتحم عليها مين؟ الاي سكشن. فهذا الاي سكشن شو بيكون عادة؟ ملحوم عفين على البليتة. هلا بمثل هذا الوضع لو اطلعنا على هذا الاتجاه شو بنلاحظ؟ في عندنا تقريبا فيكستي. على الاتجاه الثاني ما بيكونش عندنا في فيكست زي هاي. قديش الليفر ارم هون؟ كبير جدا. قديش الليفر ارم هون؟ صغير. فهو معطيني حاله بقول لك انا بقدر افترض انه في اتجاه الاكس انا عندي فيكست ات ذا بيس وبن ات ذا توب، باتجاه الواي عندي بن ات ذا بيس وبن فين؟ ات ذا توب. يعني باختصار البراغي هاي كل ما قربت من بعضيها هيك وبطلت موجوده بالخارج، كل مكان بن اكثر في اتجاه ايش؟ باتجاه مين؟ بهذا الاتجاه. وفيكس اكثر باي اتجاه؟ باتجاه الواي. اذا احنا عمالنا بنفكر بحاله في عندنا بنز متقاربه من هون ما عمالهاش بتقدر تاخذ مومنت باتجاه الواي، ولكن بتقدر تاخذ مومنت باتجاه مين؟ الاكس. ففي عندنا فيكس بن وهون عندنا بن هو المنشا اضعف على الاكس ولا على الواي؟ الاي سكشن اضعف على الاكس ولا على الواي؟ الاي سكشن اضعف على هاي. فاحنا هون عندنا مشكلتين. شو يعني مشكلتين؟ انه في المنطقه الضعيفه مالنا مش مقوينه. واحد بفهم بالبكلينج بصر على انه البراغي هاي تنحط فين؟ بعيده جدا حتى يحسن الكيفين في هذا الاتجاه، والكيف في هذا الاتجاه ضلها مالها بالاتجاهين كويسه. اذا هذه المساله فيها مشكله بالثيوري، انه انا حاطط الاتجاه القوي مقوي اكثر عامل فيكست وبن، والاتجاه الضعيف شو مخليه ضعيف كتير. بكون افضل طبعا لو عملت له بريسنج انا بالوسط، ساعتها بالال شو بعمل؟ بقسمها باثنين. فهلا عندنا اكزامبل ديتيرمن ذا باكلينج سترينث اوف دبليو 12 باي 50 كولوم، واللينث معطيني قديش 6 متر. شو حاكي لي؟ فور ماينر اكسس باكلينج ات از بند ات بوث اندز، وفور ميجر باكلينج ات از بند وير ات وان اند، والاند الثانيه مالها فيكس. وشو بيصير لما بيصير الطول 3؟ طلعوا شباب احنا السكشن اللي حاطينه اذا رجعت على النوتس هو عباره عن دبليو قديش؟ 12 ب 50. دبليو 12 ب 50. شو المعلومات اللي لازم اخذها من التيبل؟ ايش بدي اخذ؟ ال واي، ال مع وجوده بالسؤال، ال اي اللي قديش بتساوي؟ 6 متر. واحد بقول باخذ اي صحيح، او باخذ بدال اي ار. هو احنا عندنا المعادله اذا بفكركم، اما بقول انه البي كريتيكال بتساوي باي سكويرد اي اي على كي ال الكل تربيع، اور بي كريتيكال بتساوي باي سكويرد اي
في ايه؟ على كي ال على ار، الكل مالها؟ الكل تربيع. شو عملنا احنا هون باي؟ حطينا محل اي ايش؟ اريا في ار تربيع زي الحصه الماضيه، والار لانها radius of gyration فين حطيناها؟ في المقام. فبدي انا ال، وقطعا شو بدي؟ اما الاريا او مين؟ اما باخذ الاريا مع ار، او شو باخذ؟ الاي، والخيار لكم. انا بفضل اخذ دائما الار، بحب اتعامل دائما مع مين؟ مع الار. فاذا تعاملت مع الار بيطلع عندي من التيبل ار اكس تساوي 131.6 و ry تساوي 49.8. طبعا هاي مليمتر وهاي مليمتر، وبدي الاريا، بطلع عندي الاريا من التيبلز بتساوي، هلا بكون معك دقيقة، 9.42 × 10³ مليمتر تربيع. 12 في ايش؟ شكرا كثير. هاي 12 في ايش؟ في 50. اذا W 12 في 50 هاي هي الخصائص تبعته، تمام؟ هلا مين اللي بحكمني؟ اللي له الكيل اوفر ار اكبر ولا اقل؟ اكبر، لانه كل ما كبر الكيل اوفر ار شو بصير في بي كريتيكال؟ بتقل. فلازم احسب كي ال على ار باتجاه الاكس، وكي ال على ار باتجاه مين؟ باتجاه الواي. بمسالتي انا عارف انه لا رايح يحكمني الواي مش الاكس. شو السبب؟ انه هو قايل لي بالاكس فيكست وبن، في الاكس هيك حكي لي فيكس دوبن. فشو باخد لفيكس دوبن نظريا؟ قديش؟ 0.7 ريكومندد باي كود 0.8. فسواء انا اخذته 0.7 ولا 0.8 انا برضاها منكم في الامتحان، بس بدنا نعمل مبدا نتفق عليه لقدام حتى ما يصيرش في عنا ايش خلاف. بدنا ناخذ الريكومندد باي كود اللي هو 0.8. فلو اخذنا 0.8 مضروبه ب 6 على ار ايش؟ ار اكس، اللي هي قديش بتساوي 131.6. اذا بدنا نحسب كيل على ار واي بده يكون عندنا بن بن، يعني قديش؟ 1 × 6 × 49.8. حتى نظبط اليونتس عندنا هاي مليمتر وهاي متر، هاي شو بدي اعمل؟ اضربها ب10 للقوه 3 وهاي اضربها ب10 للقوه 3. شو بده يطلع عندنا؟ بده يطلع عندنا الكيل على ار اكس بتساوي 36.5 والكيل على ار واي بتساوي 120.5. واضح انه عندنا مين اللي رايح يحكم؟ الواي. فاذا جينا على بي كريتيكال بده يطلع عندنا باي سكويرد، باي سكويرد في اي اللي هي عباره عن 200 جيجا باسكال، هاي في 10 للقوه 3 حولتها لايش؟ لميجا باسكال. في الاريا اللي هي عباره عن 9.42 في 10 القوة 3 على اي كيل على ار بدنا؟ على 120.5 الكل تربيع. لاحظوا هلا كل الوحدات اللي عندي نيوتن ومليمتر، فاذا بدي الجواب بالكيلو نيوتن بدي هون اقسم على قديش؟ على 10 القوة 3. هذا بعطينا قيمة بتساوي 1280 كيلو نيوتن. امتى بكون هذا الحل مقبول شباب؟ شو الفرضية اللي انا حاططها بالنظرية؟ الحصة الماضية مين متذكر انه قلنا في حالة ببطل البكلينج لو ابلايد، شو هي؟ لا، اذا الكريتيكال ستريس كان ايش؟ اكتر من ايش؟ ممتازة. إذا كان الكريتيكال ستريس أكثر من 0.7 افيلد ثيوريتيكالي للآي سكشن بكون، خلينا نقول إذا كان الكريتيكال ستريس أكثر من افيلد، اف الاف كريتيكال كان أكبر من افيلد ات اني بوينت، النظرية بتبطل، لأنه احنا النظرية عم يعتمد على مين؟ على وجود ايش؟ الالاستيسيتي مودولاس اللي هي فاكتور مين؟ الفاكتور اي اللي بنتي عند مين؟ عند افيلد.
هلا اذا كانت الاف كريتيكال اكبر من اف ييلد هذا الحكي ما بزبط، فانت هون بدك تطمئن انه هذا الحكي مش حاصل معك. فكيف تطمئن؟ بتاخذ الاف كريتيكال بدل ما تحسب راسا بي كريتيكال، شو بتحسب؟ اف كريتيكال. فاف كريتيكال لو حسبناها بيطلع لنا اف كريتيكال بتساوي باي سكويرد اي على كيل اوفر ار، يعني باي سكويرد في اي اللي هي 200 في 10 القوه 3 على كيل اوفر ار اللي هو 131.6. الكل ماله، الكل تربيع. اذا ليش 131.6؟ ليش هون حاطط انا 120.5؟ عفوا 120.5 على 120.5 الكل تربيع. يعني كل اللي عملته اني كان قسمت البي كريتيكال على مين؟ على الاريا. اذا حسبته اف كريتيكال بيطلع عندي اف كريتيكال بهاي المساله تساوي 136 ميجا باسكال. 136 ميجا باسكال. هلا ابيرنتلي 136 لو كان انا عندي A36 قديش الاف ييلد له؟ 250. هلا ال 136 هل يا ترى بدها تتعدى الاف ييلد ولا لا؟ لو ما كانش في عندي ريسيدوال ستريسز وانيشال امبيرفكشنز وهلو مجره اكيد مش راح تتعدى الاف ييلد، فالقانون صح. لكن لما بكون عندي ريسيدوال ستريسز هاي 0.3 اف ييلد للريسيدوال ستريسز، ولما بكون عندنا انيشال امبيرفكشن هاي للانيشال امبيرفكشن شو في عندي؟ كمان نسبه احتمال انها تتعدى واحتمال لا. واضح؟ فانت لما بتطلع هذا الرقم شو بتقول؟ انا هذا الرقم اذا تعدت الاف ييلد بدها تتعدى بقيمه قليله فانا اي اكسبتد. الفرع الثاني بالسؤال شو بقول لك؟ الفرع الثاني بالسؤال بقول لك repeat solution if length of column is what 3 متر. هلا اذا بدنا نعيد الحل على 3 متر شو بصير عندنا؟ إذا بدنا نعيد الحل على 3 متر بصف الكيل اوفر ار بدل ما تصير عندنا 120.5 على 3 متر شو بدها تصير؟ 60 وربع. 60 وربع لما بدي احطها بهاي المعادلة هذا نزل للنص، معناته القيمة قديش بدها تصير؟ 4 اضعاف. يعني هذا الستريس بدل ما يصير عندنا 136 فور 3 متر بصير الاف كريتيكال قديش بيساوي عندنا؟ 4 ضرب 136. ليش 4 ضرب 136؟ لانه احنا قلنا لما نزلنا الطول ل 2 هو معامل ال تربيع بده يطلع 4 اضعاف، فالاربع اضعاف رايحه تعطيني اف كريتيكال قديش بتساوي؟ 544 ميجا باسكال. هلا الطالب منكم اللي مش فاهم ابعاد النظريه ممكن يصمم على 544. طبعا هذا ريديكولس شباب. شو السبب؟ انه الماكسيمم ستريس للماده قديش؟ 250. فانت هون لما بيطلع عندك 544 راسا بتتاكد انه الحل عندك ايش؟ خاطئ. هلا احنا الحصه الماضيه طرحنا عده مشاكل امامنا. الشيب للكروس سكشن كان عندنا مشكله، كان عندنا مشكله الريسيدوال ستريسز مشكله، كانت الانيشال امبيرفكشن مشكله. انك تشملهم كلهم بقانون نظري صعب كثير، فانت بحاجه انك تعمل اكسبيرمنتال داتا لاشكال مختلفه وبعدين تاخذ خط وسطي شو يمثل اغلب الاشكال. فحكينا لكم الحصه الماضيه انه احنا الان بدنا نقرر مقطع معين، هذا المقطع المعين بدنا نفترض انه above which شو بصير عندنا؟ بصير عندنا yielding. هون بده يكون عندنا Euler buckling load. اذا في هاي المنطقه شو بده يكون عندنا؟ buckling Euler equation. وعلى قط معين اي اف كريتيكال الاصل، هلا الاصلها لو ما كانش عندي ريسيدوال ستريسز انيشال امبيرفكشن ما في عندي كل شيء من هدول العمليه، الاصل انه يجي المنحنى هيك، هذا اف ييلد ويكون هذا هو المنحنى.
في وضع مثالي، ما في residual stresses، ما فيش initial imperfections، ما فيش accidental eccentricity، من كل هدول مش موجودين، هذا هو الوضع المثالي. لكن وجود residual stresses مقدارها 0.3 field بتخلي انا بدي انزل قديش ل 0.7 field، وجود initial imperfection بدي انزل كمان شوي، وجود accidental eccentricity بدي انزل كمان شوي. كود الـ ACI كود او كود الامريكان كود نزل لقيمة 0.39، يعني F critical على F yield نزل لأي قيمة، وبناء على القيمة 0.39 كان الأصل انه يطبق البكلينج equation بحيث انه يقول انه الـ F critical تساوي 0.39 F yield، والـ 0.39 F yield تساوي باي سكويرد E على KL على R مالها تربيع من هاي. شو يطلع لي؟ يطلع لي هاي القيمة. هلا واضح انه هاي القيمة راح تكون لها علاقة ب F yield وبايش؟ وب E. يعني راح تكون ال KL على R، ال KL على R هي عبارة عن ريشيو ألفا، ريشيو ألفا في الجذر التربيعي لايش؟ ل E على ايش؟ على F yield. اتفقنا؟ لانه لاحظ اذا انا بدي احسب الكيل على ار هون كل تربيع بده يطلع عندي باي سكويرد اي على 0.39 وات اف يلد، معناته اذا بدي احسب الكيل اوفر ار بدي اخذ الجذر التربيعي للقيمه، بده يطلع عندي قيمه بجذر مين؟ اي على اف يلد. هذا هو الاصل. فانا هون بقدر احط لك قيمه بجذر الاي على اف يلد. شو اقول لك؟ اقول لك اذا الكيل اوفر ار تعدت هاي طبق مين؟ اويلر باكلينج كويشن. واذا كانت اقل من هاي لازم اعطيك معادله. هلا هاي المعادله اكيد تختلف من شيب لشيب، واكيد انه هاي بدها تيجي متوسط ايش كثير من الداتا حتى ان انا اعملها سمبليفيكيشن وتكون معادله لمين؟ لشيب واحد. هلا اللي حاصل عندنا شباب انه الاي سي اي كود، مش بقول الاي سي اي، الاصل شو اقول انا؟ الاي اي اس سي كود طلع لنا هاي المعادلة، طلع هاي المعادلة. هلا ليش هذا الرقم اجا؟ اولا شو هي اف اي؟ اف اي شباب هي الاويلر باكلينج لود، بتلاقوها بالبريفيوس بيج. اذا هلا احنا هلا بدنا نعمل ديزاين ايكويشن، بدنا نقول هذا هو عبارة عن الاف كريتيكال، وانتبهوا اصبح الاف كريتيكال للعمود مش زي التنشن. التنشن كانت عندي اذا بوسط العمود اف يلد وعلى الاطراف قديش عندي اف التيمت. الان لو قلت لك قديش هذا العمود الاف كريتيكال له، بتقول لي ما بعرف. اذا كان على طول 2 متر له اف كريتيكال، وعلى طول 3 متر له اف كريتيكال، وعلى طول 4 متر شو له؟ اف كريتيكال. وحسب حكيت لكم الحصه الماضيه شباب انه اي واحد فيكم اذا كان بالفعل بده يعيش سعيد يرضى في وضعه في المجتمع، لانه هو يعتقد انه لو كان بهداك الموقع بيكون افضل. عاد هو قدره تحمله قديش هالقد، لو ارتفع شوي شو بصير فيه؟ بنهار. كثير من الشباب، شباب كثير من الشباب حطه يشتغل، حطه يشتغل وياخذ بس كوت يومه بيعيش احلى حياه. حطه يشتغل ويكسب 3 اضعاف كوت يومه بيصرف. لما شبابنا كانوا يروحوا يشتغلوا عمال في اسرائيل كانوا يجي ايش يتمنظروا عمين على اللي بيشتغل في المجتمع. كان الواحد يشتغل العامل هون ب 15 دينار، يروح ويشتغل باسرائيل 300 شيكل في اليوم. 300 شيكل في اليوم كانوا انذاك بيحسوا بيسوا 100 دينار واكثر. فيجي يقول لك شو انتم بتشتغلوا ب 15 دينار؟ هذا اللي كان ياخذ 300 شيكل، بتعرفوا كيف صارت حياته؟ مش متزنه. فشو كانت النتيجه؟ كانت النتيجه انه لما سكرت اسرائيل وجاي يشتغل هون شو اصبحت؟ مش قادر يعيش ب 15 دينار. فاللي انا بدي اقول لكم اياه انه احنا هون في الكومبريشن لا نعرف قوة تحمل عمود. أنت لا تعرف قدرة تحملك، فخليك راضي في الموقع اللي أنت فيه. مش معناته ما تطمحش، لا كن طموح، بس إذا طموحاتك ما تحققتش كما تريد قد يكون أنت تريد شغلة تعتقد أنها خيرا لك وهي إيش؟ شر لك. لذلك اللي أنا بدي أعلمكم إياه في الكومبريشن ممبر قدرة تحمل العنصر ما حد بيعرفها. حتى أحدد قدرة تحمل العنصر لازم أحدد الـ end conditions، لازم احدد البريسنج، لازم احدد عدة شغلات حتى احدد قوة تحمل العنصر. هلا احنا بدنا نعمل منحنى لقدرة هذا التحمل. عرفنا هذا المنحنى لازم نطبق عليه ايش؟ capacity reduction factor. كونه الستيل شباب له فترة طويلة من السنين، احنا متعودين على العمود،
لانه عنصر اساسي. شو كنا بالكونكريت نستخدم للعمود؟ فاي 0.65 وقديش؟ و 0.75. انا فوجئت انه من ثقتهم بالمعادله تبعتهم كل مالهم بيرفعوا، فصارت الفاي قديش بتساوي. انا بعتبر شباب هاي الشغله سخافه، وهلا بقول لكم ليش، لو قدام شوي بقول لكم ليش، بس بدي اقول لكم ليش هلا رفعوا الفاي 0.9 كهيستوري، وليش احنا احيانا كثير مقيدين بهيستوري لمين؟ للسابقين. هلا في السابقين كانوا يطلعوا على الحمل العالي اللونج كولوم، يخافوا كثير منه، فيطبقوا عليه فاكتور اوف سيفتي 23 على قديش؟ على 12. والاعمده الصغيره يطبقوا عليها فاكتور اوف سيفتي 1.6 ايش؟ 7. هلا بدهم يرتقوا بالفكر، لما بدهم يرتقوا بالفكر الاصل فروقي الفكر، اني اجي اقول لك هون عندك اويلر، عندك ايش؟ اويلر، هيك الاصل، هذا الناحيه النظريه الصحيحه. بس لانه الكودات اللي بيعملوها ناس كبار بالسن وبيخافوا من التغيير، قالوا احنا هون بما انه حاطين فاكتور اوف سيفتي اعلى من هون، معناته انا هون ما بدي استخدم اويلر، بدي استخدم اقل من اويلر بنسبه ايش؟ بنسبه 1.67 على 23 على 12. حد عنده اله حاسبه يقسم لي 1.67 على قديش؟ على 23 على 12. طبعا انا بحكي لكم كلام، اذا رجعتوا للكودات القديمه اللي هي بالسبعينات بتشوفوا واضح، اي كتاب بالسبعينات بتشوف هذا الكلام واضح. اذا قسمت هدول شو بعطيك هذا الرقم؟ 1.67 على 23 ضرب 12 0.87. ذكروا له هذا الرقم ال 0.88. فانا شو قالوا؟ انا ما بدي هون اخذ اويلر بركلينج لود، شو بدي اخذ؟ 0.88. يعني هو واقعيا شو عمل؟ قلل النظريه بقديش؟ 0.88. هلا بده يرقعها، كيف بده يرقعها؟ بده يزيد الفاي كابستر ريدكشن فاكتور مع الزمن. شباب احنا كل ما زادت اهميه العنصر الفاي شو لازم تكون عندنا؟ اقل. فانه يحط فاي 0.9 لكولوم عماله بلغي، احذر شو هو؟ مبدا فكري وحكمه تطبيقيه احنا بنعلمكم اياها، انه احنا لازم يكون للقاعده الفاي مالها اقل من العمود، والفاي للعمود اقل من البيم. هلا هو عماله بعطيني فاي للعمود قديش؟ 0.9. هذا كلام ريديكولاس، حتى لو حطوه في ايش؟ في اي كود عالمي. سبب هذا الكلام الريديكولاس انه هاي، بدل ما انهم يعدلوا الموضوع ويقولوا يا عمي حلينا احنا نروح للنظريه ونحط فاي بتساوي 0.85 ويريحونا في التعليم، راحوا عمالهم كل واحد ببني على غلط. فاذا انت بنيت على غلط بالاخير شو بده يصير عندك؟ كلام ماله اللوجيكال. انا فوجئت بال 5.9 لانه من فتره ما علمتش ستيل. بذكر انه الفصل الماضي احد الزملاء اللي علم ستيل قال لي انا النوتات اللي كنت انت محضرها عدلتها لانه صارت هلا فاي للكولوم قديش؟ 0.9. انا هيك اطلعت عليه، انا شو بتوقع الفاي تقل او تضلها 0.85، بس انه الفاي تطلع من 0.85 ل 0.9 ما فيش شي فاي اكثر من 0.9 يعني. لكولوم حطوها 0.9 كانت بالنسبه لي مالها مفاجاه. هلا انا عمالي بحاول اقول لكم تبرير لهي المفاجاه. الاويلر باكلينج لود سموها اف اويلر، اف اي يعني ايش؟ اف اويلر، وهي عباره عن باي سكويرد اي على كيل اوفر ار بدون اي فاكتور. بس شوفوا هنا شو عملوا الان، اجوا هون وحطوا لنا اف كريتيكال قديش بتساوي؟ 0.877 ايش؟ اف اي. واحد بيقول لي يا استاذ انت عندك انيشال امبرفكشن ما بتاثر على الاويلر باكلينج لود. الانيشال امبرفكشن شباب بتاثر بالانيلاستيك رينج، ما بتاثر في الانيلاستيك رينج. فالناس اللي بيحاولوا يعطوا لهذا تبرير نظري، ما في تبرير نظري الا اللي حكيت لكم اياه. اللي حكيت لكم اياه انه احنا كثير بنكون مقيدين بفكر سابقين، فبدال ما انه احنا نعدل عليه بشيء نظري ونزيد الفاكتور اوف سيفتي، شو عمالنا بنعمل؟ بندخل هذا الفكر في معادلات بدون اصل نظري، فطلعت عندنا هاي المعادله. وبهاي حطوا هون 0.39، طبعا تبعا ل 0.39 ولهاي المعادله شو طلع عندهم؟ هذا الرقم. لاحظوا هذا الرقم تابع. شو يعني تابع؟ يعني انت لو حطيت 0.39 اف يلد بتساوي باي سكويرد اي في الرقم هذا اللي هو 0.877 على كي ال على ار الكل تربيع، تطلع قيمة الكي ال على ار اللي هي هذا الرقم. واضح؟ هلا اذا كان اكبر من هذا الرقم هي معادلة الاف كريتيكال، اذا كان اقل من هذا الرقم هي معادلة الاف كريتيكال. طبعا هاي المعادلة انكم تقعدوا كل مرة في الصف
وتقعدوا تحسبوها وإيه مش منطق. بدي أشوف مين بده يتطوع سواء من الطلبة أو من مساعدين بحث التدريس أو من الدكاترة يكون عنده فضاوة ويعملكم تيبلز فيها ليسهل إيش استخدامها، يعني بحيث أنه يكون أنت إذا عرف عندك الكيل على R يعني لـ A36 يكون التيبل هيك، أنت عندك الكيل على R يعطيك رأسا إيش الـ F critical اللي هو الستريس critical. كل هذا المطلوب أنه إذا كان الكيل على R أكبر من هاي بطبق هاي المعادلة، وإذا أقل من هاي شو بطبق هاي المعادلة. طبعا احنا لو بدنا نعمل كود فلسطيني واكون انا من اعضاء هاي لجنة الكود بلغي هذا ماشي وبخلي الفاي قديش بتساوي 0.85. واضح هذا شباب منطق وحكمة، واللي احنا بنعطيكم اياه الان انا ما بعده لا منطق ولا ايش ولا حكمة، لانه هو للأسف الشديد ما باخد بعده من النظرية وانما باخد بعده من عادات وتقاليد واعراف الناس مالها مش عمالها تقدر تتخلص منها لبعد أرقى من ذلك، يعني بتاخد بعد حسي وليس بعد